أنت، ها أنت أيها المزار شامخا يتلألأ زرارك بريقا كنجمة في ليلة حالكة، أسمعك آهاتي تراميني وتسمعني مواويب النادبات واليتامى والذكاتى، قف مكانك لا تتحرك، فمن تحتك نهر من دماء وبركان من غضب وزلزال من أنين وهدير من صراخ، وأنت وشم على الجبين وسجل ذاكرتي. أتذكر مآسي المنجمين والموت يزور كل بيت يقطف أزهار الياسمين، وفي غفلة منا استشهد الحسين وعروسه ترتدي ثوب الزفاف، سيأتي بعد حين وأنت واقف حيث أنت، وبعد حين أتى القوم به وعليه فحم وطين، مات الحسين. اسأل الربل كيف مات الحسين، تزحزح من مكانه قال بأعلى صمته مشيرا بإبهامه بسبابته، الفقر كفر ورب الدار أطعم ضيفه وأضاع أهله فلا داعي للشجن، والحسين شهيد الوطن. فكفكف دمعك يا سامعي مجرادا تزف على صخب الحق، واصطنهد نخوتك وشق صدر الزمن واسقي زهرة الآن ولا داعي للبكاء، واصطح إلى الله بالدعاء، إلهي إلهي وقد عاد الحسين. استشبع رفاته أينه ضلوعه أوجاعه أشعاره، ها هو ذاك عند الصفح وخلفه الباتون والربل، وأنا وأنت وأنتم والناس وكثير من الوجع والجرح، وشرد في عيوننا كزهرة الآس زهرة الآس زهرة الآس زهرة الآس. بالمناسبة الربلي هو كدية أو ربوة أقامها عمال المناجم بالفحم الحجري، وهي الآن لا زالت في إجراءها، وما من مر إلا ويمر بالربلي لأنها أصبحت من الذاكرة الشعبية لمدينة إجرادة وللذاكرة التاريخية. وكم من شخص مات هناك وكم من شخص استشهد، وأنتم تعلمون أن ملاجم الفحم ضاع فيها كثير من الناس. حتى أخرج من حالة التأثير أقرأ لكم قصيدة شبه غزالية تحت عنوان عبيد لله، وهي عن طريق وهي مهداة إلى الصديق في الكتاب الأديب محمد عاشور. ريم زنك وصاف قتلا لمندور، الحنة في الإنقاف تتبختر بشالها الطور، السلف بحط الارداف زين لت بسطور، الذهب بيت الزفاف والشهر تعلم في السطور، الفم خاتم وسنان صفاف، شجرة هايمة من صفصاف قسايد شعري مذكور، عرشهم تبار يبان من الجراف جنان زاهي بزهور، هبوب مسكها عليا عفاف ملكتني بقيودها مقصور، جنسة الخطاب عبيد لالا مجرور، ركب قلبي الهم والزعاف جناحي مكسور، شفت الطبيب والعراف قالوا كلام الهبيل محضور، شربت دواه من الغراب نحمق بحالي معذور، نولات الصوم والعفاف تايه في زينها مخمور، الحبيبة زينة الوصاف حبها في القلب محفور، قلب مشدود الله يكون في العوان، العشق جنان يسطي ولا يدير الخور، رد بالك يا لولا.
عنوان كل شيء جيعان. الوزارة السياسية تابعوا تل الصمان الناس من فرحته يشطح حايم فرحان، ينقز على كتبان يمرح معمر المكان، في غابة يسرح بربيع خضر والآن، ديب عليه يعوي وكلب ينبح، خشيم ما فيه من ينصح، خشيم ما ليه من ينصح، نياب عليه مكشرة وسنان، وقرون ملوية تنتح كل شي جيعان. الغزال يصيح تابعوا تل السمان، مصايد وفخاخ وحبل مسرح والقلوب واكلها الحزان، برصاصة برك يردح طلقها إنسان، دمه على الأرض مسيح جمعوا لحطب شعلوا النيران، هذا ينهش وهذا يذبح اجتمعوا عليه العديان، دخان يسرقها الريح وخبار السياط في الوطان، قال المشدوب بحديد ينصح يا بنادم في الدنيا لا تمزح، حسابك عند الديان ومن القتل الصغير ما يفرح، وكل من عليها فان ويبقى وجه الرحمن، خالق النفس والروح عظيم القدر الشارع. الربيع العربي، وهذه هي بطريقة القوال، لأن فرق ما بين الزجاج وما بين الطول، وهذا صار إذا أردنا نشرحها يطول من الحديث مرة أخرى، يتكلف الأستاذ بإعطائي هذا التعريف الكبير. بسم الله الجبار العزيز القهار، نبدي كلامي بمرارة، نكشف ما دفنات الأسرار، النار تزيد في قلبي شعالة، فين عزوتي ورجال حرار، والقدس تضيع منا خسارة، جنانها كان معطر بنوار، العقول هاي ما فيه سكرانة، عليه نشدت وغنى في الديار، اليهود تعلموا فينا نصارى. نحكي لكم يا حضار، حاكم العرب مهرب شقارة، خير وبترول وزاد كتار، دمنا سايح عيونها نهار، ضحكوا علينا دوك الكفار، وحوش مكشرة جيعانة، ما نفع فيهم خير ولا طبارة، عدنا تقطعوا ليه الأوطار، وبلادنا بقرة بيد الجزارة، ضاع الحق عمات الأبصار، والرجال لبسوهم طرحة ولاية، هكذا حكيتنا فينا صار، ولادنا عذبوهم الحقار، فين أمّة التوحيد والإكبار، فين رجال القمنة والفهامة، كان بنينا محوط بسوار، أرض العروبة علينا، وشمونا العديان بالدل والعار، والعيرة كداو فيها شرارة، كلب الشام نايم على خطارة، قلب أسود من فحم شرار، هجم نساء ورضاع يتامى، بأم الدنيا كان الحديث الكبار، آداب وفقه وعلم وحضارة، في القرآن مصر جايبة الدكار، قسموها وزيعة بالأشطار، زادوا الحطب شعلوا فيها نار، تكلبوا عليها دوك الشفارة، سلكوا على الطورة والسوار، سقوها من الهم مرارة، ما حشموا ما قالوها دعار، شمتوا فينا اليهود والنصارى، رجال تبكي تندب الأطفال، والدمعة في العين غمامة، قصتنا مندومة في أشعار، صبع يشير لينا ويهمس الحار، فيقوا فيقوا يا عربي يا طوار، ربيع الخير حملة بشارة، نختم بصلاتي على المختار، شفيع الأمة في يوم القيامة. السوايع بدلة وهي كذلك عن طريق الجوال بطريقة شوية ممزوجة بالعربية، من نطفة التمساج تعلقت فينا رحام، كساها رب الأنام بالحم وجلد على الأعظام، ما ضاق بالمضغة حال وأنا بكات من نغشاها في الظلام، 9 شهور مرت كيف الأحلام، الحبيبة تنتظر خروجي تبلى السلام،
تنهتني وتراري بزي الكلام وتزاديت يا الخوت بالغوات والقصار نشرب حليب بنصدر للميمة ونخاف يجي نهار الفطام بي العزيز عينه صهرة ما يعرف منام يحلم فايق غدا الصغير يكبر يولي غلام يقرأ في الكتاب ويتعلم منه علام يحمل راية الخير يزيد بها القدام دارت الأيام عام بعد عام صار الصغير راجل مفتول الشارب همام دور على باباه ما لقاه طار عقله منه كيف يطير فرخ الحمام ضاع المسكين في سوق الزحام رجع لبنته يواسيها ويقبل القدام راح اللي راح والبيت ما عاد فيه زاد ولا طعام والشاب بالقاري عاقل ما خدام بعت برسالة مطبولة بكتاب لصحاب الأمر والحكام يرفعوا عليه الطيب وشعره مربوط بحزام قال الطالب نعم سيدي نعم وريح الربيع تابح حافيان قال المشدوب قمحنا صار غامل من كثرة الدوم وشر الافعال والعود اللي استدوه صبح مايل ضاق الحال وفلوس الشعب هربوها للقوال الفقر يتكبر بساء رجال والمسكين الى قوت بجوعه ما عليه بلا شكرا جزيلا للصديق الرائع مولاي حسن بن سليمان وإن سمحتم ففي هذا اليوم وفي هذا العرس المخافي أقدم مجموعة المقهى الأدبي بترقيست لردعا وشواهد التقدير للإخوان الذين ساهموا من بعيد ومن قريب في هذا الاحتفال. يقدم المقهى الأدبي بترقيست درع المقهى للمبدع مولاي الحسن بن سديلي ويقدم له الدرع الروائي الرائع والصديق الغالي محمد العرجوني